Example 5 بعنوان Combinations. Find the number of combinations of 13 objects taken 8 at a time. Compute the answer using a calculator. لأن الحسبة صعبة شوية، ولكن في الجامعة عندنا للأسف ما بيسمحوش بالآلة، فهنضطر نحسب بإيدينا. Combination N R بتساوي factorial ال N تقسيم factorial ال R factorial N minus R. احنا عندنا 12 objects هناخد منهم، ولا 13 objects هناخد منهم 8 at a time. يبقى ال N ب 13 factorial 13 تقسيم factorial ال R which is 8 factorial N minus R 13 minus 8. ده هيساوي factorial 13 تقسيم factorial 8 factorial 5. عندنا factorial الأكبر في البسط 13، نمشي بيه لغاية ما نوصل لأقرب factorial ليه في المقام اللي هو 8. نتوقف عند factorial 8 لأن في مثلها تحت. أما factorial 5 نفكها للنهاية ونحاول نبسط قدر الإمكان عشان نعرف نحسب. نكنسل factorial 8 مع factorial 8، نقول 5 times 2 مع 10 وال 4 times 3 12 مع 12، يتبقى لنا 13 times 11 times 9. بس كده حسبة سهلة، يبقى 13 times 99 13 times 99 يبقى 7 ومعانا 2 11 7 11 فالناتج 7 8 2 1 يبقى 1287. هتضطر تحسب بإيدك فقدر الممكن، حاول تتعود على عمل الحسابات السريعة دي. بعض الحسابات ممكن نسيبها ما نكملهاش الآخر لو هي صعبة، ولكن لو سهلة يفضل تكملها للنهاية.